لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قدر الله سبحانه وتعالى لدعوات الأنبياء ودعوات الإصلاح عبر الزمان المتبعة لدعوات الأنبياء أن تمر بمراحل غربة وقلة وضيق وشدة ومطاردة وتشويه للصورة، حتى كان أحد الصحابة بعد أن أسلم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لقد جئتك بعد ما حلفت عدد أصابعي أن لا أتيك. من شدة ما يحذر من سماع الصابع، ويأتيه واحد منهم وقد وضع الكرسف القطن في أذنيه لكي لا يسمع من شدة التشويه. وقدر الله عز وجل أن بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أرسل الله محمدا صلى الله عليه وسلم وقد أظلمت الأرض، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. فالإسلام أول ما بعث لم يكن أهل الحق في الأرض كلها إلا أفراد من الناس، أهل الكتابين عامتهم قد انحرفوا حتى وصلوا إلى الشرك. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح بن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل، قاتلهم الله أنى يؤفكون. والإسلام سيعود كما بدأ، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن مع تفاوت من مكان إلى مكان، من بلد إلى بلد، من زمن إلى زمن. وميزة أخرى وافتراق آخر هو ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم أو خذلهم حتى تقوم الساعة. سيكون هناك مخالفة ومعارضة ومقاومة للحق، وستكون طوائف أخرى تخذلهم، ليست تخالفهم ولكن تتركهم لمن يخالفهم، لا تنصرهم، لا تعاونهم، لا تساندهم. وأهل الحق لا يعبؤون بذلك. نريد أن نكون من هذه الطائفة المنصورة الظاهرة على الحق إلى قيام الساعة. هي موجودة، العبرة أن ندركها نحن. القطار سيسير، العبرة أن نركب في القطار، قطار النجاة. ماذا نصنع؟ الفتن كثيرة تشغل الناس كل يوم، فتن الشبهات المضلة التي تطل برأسها بين حين وآخر. في الخمسينات من القرن الميلادي الماضي
كانت موجة الإلحاد تعم العالم وضربت في كل مكان. طبعا هي بدأت مع الثورة الشيوعية في روسيا ثم في الصين، ملايين البشر فرض عليهم الإلحاد، وسبحان الله تراجعت الموجة بعد أن كان الإنسان يظن أن لن تتراجع، وعادت تطل برأسها من جديد الإلحاد. في زماننا من حوالي 3 شهور في مجلة طبية في علم التشريح الأناتومي، واحد كتب مقالة، واحد غربي كتب مقالة في موضوع التشريح في حتة معينة في الجسم، وكتب فيها The hand of God، يد الله أو صنع الله. فقامت عليه الدنيا وعلى المجلة التي نشرت البحث، وضغطوا على المجلة لتحذف البحث بالكلية، مش الكلمة، وأسقطوا البحث من الأبحاث العلمية. حاجة غريبة جدا، ده بحث علمي عشان الراجل كتب الكلمة دي، لأن الناس طبعا لا دخل لهم لا بإنصاف علمي ولا بحاجة، بيضحكوا على الناس. وهذا مؤثر بلا شك على قطاعات عريضة من مجتمعاتنا، شبهات كبيرة متعددة حول النصوص للعلم. أكتر حد متعرض لشبهات حول يعني نصوص دينه المسلمون، يعني محاولات الطعن في الكتاب العهد القديم التوراة ولا العهد الجديد الإنجيل عند الملحدين دول مش واخد وقت، التركيز كله شبهات سواء كان هم ولا من يسمون أنفسهم التنويريين اللي هم ما بيقولوش بالكفر ولا بالإلحاد، لكن عايزين يهزوا قدسية نصوص الكتاب والسنة. نصوص القرآن مش هيقدروا يقربوا لها كألفاظ، فيقوم يقعدوا يطعنوا حول الشبهات، يطعنوا بالشبهات حول معانيها وحول الجمع بينها وفرض التعارض واستغلال عدم قراءة كثير من الشباب والرجال والنساء. يعني ما حدش بيدور على دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب، ومحدش بيقرأ درء تعرض العقل والنقل، ومحدش بيقرأ وجوه الجمع بين الأحاديث، مختلف شرح مختلف الحديث اللي البعض، الحاجات دي كلها موجودة ومسجلة عبر الزمان، والعلماء لهم أجوبة من أيام ابن عباس رضي الله عنه. والشبهة لغاية النهارده تطرح، على سبيل المثال قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء. من أيام ابن عباس وهم والناس عندهم شبهات حوالين الآية دي، ولغاية النهاردة رجعت الشبهات تاني، علشان والأرض بعد ذلك دحاها. وفي الحقيقة إن ربنا خلق الأرض في 4 أيام، اليومين الأولانيين واليومين اللي بعديهم تكملة الأربعة، وقدر فيها أقواتها، مقدرة لكن لم تخرج، خرجت بعد أن وجدت السماء، بعد أن ولد الشمس والقمر، عشان يخرج المرعى والشجر والنبات لازم شمس وقمر وليل ونهار، لازم شمس وليل ونهار. ولذلك خروج النبات من الأرض غير تقدير الأقوات فيها، هي مقدرة فيها مهيئة، زي بالضبط كده لك كواكب صالحة للحياة. ليه؟ علشان فيها عناصر معينة، فيها مية وفيها مثلا حديد وفيها نيتروجين وفيها كذا وكذا صالحة للحياة. أما وجود الحياة نفسها فبما إيه؟
بعد ما يقدر فيها لو ما تواجدتش العناصر دي مفيش اكسجين، مفيش نيتروجين، مفيش كربون، مش هيتكون حياة. فلما ربنا قدر الأقوات في الأرض قبل أن تخرج إلى الوجود، ده مثال. أنا بقول الشبهات الطعن في نصوص الكتاب والسنة أكثر ملة تتعرض لذلك هي ملة الإسلام. بقول التنويريين زي بقى اللي كان بيرتب للموضوع ده كله إسلام البحيري وأمثاله، في الحقيقة مش هو اللي بيرتب، ده هو الأداة، وما زالت الأفكار دي منتشرة. الأداة دي لأن هي كتب قديمة من يوم ما الاحتلال الغربي جه وهم بدأوا يعملوا الموضوع ده، يعني الموضوع ده بقى له 100 سنة وزيادة، بتاع 130 سنة، وهم جابوا مستشرقين يطلعوا الشبهات دي عشان يطعنوا بها في الدين. مش هيطعنوا بها ان يخلوا ناس تكفر مباشرة، لا، عشان يجعلوا ان النصوص ليست حجة، عشان يجعلوا نصوص الكتاب والسنة لا قدسية لها ولا مرجعية لها. وللعلم استغلال عصور الانحطاط، يعني لو ما تنفعش الحكاية دي يطلعوا بحاجة تانية، يطلعوا بإبعاد الناس عن النصوص، بث التقليد الأعمى، علشان الناس لا تستطيع أن تنتفع بحجة من الكتاب والسنة. إضافة إلى الشبهات المتعلقة بالبدع المنسوبة إلى الدين، وأخطرها بدعة الرفض وبدعة التكفير. وهناك بدعة أخرى متفرعة من هذه البدعة، بدعة الغلو، التطرف في الغلو في الصالحين وفي إثبات الكرامات الوهمية. في كرامات للأولياء، أعظم كرامة الإيمان والتقوى، وفي كرامات خارقة للعادة قطعا، ولكن يعرف الإنسان بإيمانه وتقواه واتباعه للشرع، ثم بعد ذلك يبحث هل هذه من الكرامات أو غير ذلك. لكن نشر الخرافة باسم الكرامة لترويج الضلالات على الناس، لو حد بيتابع الجرايد الأسبوع اللي فات، أبدا أول الأسبوع ده من حوالي 5 أيام كده تقريبا، نشرت جريدة المصري اليوم بحثا كبيرا عن كرامات الأولياء. فكرامات الأولياء عندهم بيحكوا بقى الحكايات اللي كانت موجودة قبل الصحوة الإسلامية ما تظهر خالص. كان سنة 67 كان عندي أنا 8 سنين، 67 كان عندي، لأ عندي 9 سنين، وبلدنا كانت في كفر الزيات. 67 حصلت حرب مش كده، وكانوا الطيران الإسرائيلي بيضرب، فكانوا بيقولوا لي في البلد بقى وأنا صغير، كفر الزيات جنب طنطا، إن الناس في طنطا بتقول ما فيش دفاع جوي، بقى الدفاع الجوي اتضرب والدنيا باظت والطيران المصري اتضرب والطيران الإسرائيلي بيمرح. فالناس قالت كان في قنبلة طيارة إسرائيلية جاية ترميها على طنطا، فالسادة البدوي طلع من الأب وشال القنبلة ورماها في الصحر. فالمصري اليوم نشر من 5 أيام في التحقيق بتاع قنوات الأولياء إن السيد البدوي بيقول لهم أنه دعا الله بثلاث دعوات، فأعطاه الله 2 ومنعه 3، على نمط الحديث مش كده؟ الرسول صلى الله عليه وسلم سأل الله أن لا يهلك أمته بسنة عامة فأعطاه إياها، وسأله أن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضهم فأعطاه إياها، وسأله أن لا يجعل بأسهم بينهم فمنعه المهم على نفس النمط. فسألوه بقى إيه 3 دعوات اللي دعا بيهم وأجيبت 2، وحدش بيسأل ولا يفكر هو مين اللي قال إن ربنا استجابهم ومين اللي قال إن دي اتمنعت. الدعوة الأولى
أن من زار قبري كما بيقول السيد البدوي أعطاه الله ثواب حجة وعمرة. تمت برضو زي الحديث، فأعطاه إياها منين؟ من كتاب الله، من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من أي دليل؟ بالكشف والإلهام. قول أي حاجة ونسيبها للكرامات بقى. والدعوة الثانية أن يشفعه الله في كل من زار قبره، يعني هو ضمن الشفاعة. ده هو كلنا نرجو الشفاعة من الرسول صلى الله عليه وسلم، أما مين يجزم أنه هو يكون له شفاعة يوم القيامة؟ فأعطاه إياها. أما الثالثة التي منعه إياها فهو أن يدخله الله النار، فمنعه الله إياها. فقال لهم أتدرون مما ذلك؟ ذلك أني إذا دخلت النار تمرغت فيها فصارت حشيشا أخضر، فامتنع أن يعذب الله بها الكفار، وما كان ذلك ليحدث فمنعه الله إياها. حتى دي يعني انت نيتك انك عايز تطفي النار وفي قدرتك انك تطفي النار عشان ربنا ما يعذبش الكفرة، يعني انت بقى يعني دي حاجة ايه والعياذ بالله، حاجة في منتهى الفجاجة والفظاعة. انا بتعجب انها بتتنشر في القرن 21 ماشي كده، اليومين دول الدنيا مقلوبة على كل حاجة، ودول بينشروا الكلام ده دلوقتي، وتسمع كرامات الدسوقي بقى. كرامات الدسوقي أخطر، أو يعني كثرة التماسيح في النيل، فاختطف تمساح منها صبيا، فجاءت أم الصبي تستغيث للدسوقي، لا تسأل ربنا ولا تسأل فرق إنقاذ نهري ولا حاجة، ولا بتدور على حاجة، راحت للدسوقي. فأرسل الدسوقي أحد أتباعه وقال له أن يقف على شاطئ النيل ويقول يا معشر التماسيح من خطف منكم صبيا فليخرجه. فجاء التمساح خرج إلى الرجل من أتباع الدسوقي، فأتى به يمشي معه إلى إبراهيم الدسوقي كأن يعني سلطانه عليه على كل هذه الكائنات، وسلطانه عليها ان هو واحد من اتباعه ينده عليهم يسمعوا الكلام ويطلع ويمشي في الشارع معاه لغايه ما يروح لابراهيم الدسوقي. فامره فقال له اخرج الصبي، فاخرجه حيا يلعب. فقال له مت الان، فمات من ساعته. يا خبر ابيض، يحيي وايه ويميت. العيل اللي اتاكل التمساح كله، يبقى مين اللي هيرجعه؟ الدسوقي. ومين اللي هيموت التمساح؟ الدسوقي. ادي الخزعبلات والخرافات، دين الخرافة الذي يراد ان انا بستغرب انها موجودة فين؟ في الجرائد بتاعتنا، في اعلى جريدة بتتوزع، جريدة ورقية بتتوزع. ونسأل الله العفو والعافية. عشان كده بقول لكم الشبهات المنتسبة إلى الدين اللي الناس بتقول، واللي هو بيهيئ للناس. انتوا أولا في ناس لا عايزة، يعني طبعا يسلط عليهم الشهوات، وده قطاع الشباب، قطاع الشباب والرجال والنساء على فكرة، مش الشباب بس، لكن كل الشهوات دي شيء يعني فوق التخيل. كمية المخدرات الموجودة في البلد والتي تفتح أبواب الفواحش، والتي تفتح أبواب المنكرات، المواقع الإباحية. على فكرة من الأسبوع اللي فات أحد المراكز الأبحاث الأمريكية افتتحت موقعا من أجل التخلص من إدمان المواقع الإباحية والعادة السرية، مش حاجة دينية، ده علشان الأضرار الفظيعة من وراء ذلك. المواقع الإباحية تؤدي إلى العجز الجنسي، تؤدي إلى فشل الحياة الزوجية، وتؤدي إلى الاكتفاء بالعادة السرية
عن الممارسة الزوجية. حاجات عجيبة بقى، هما بيقول لك ازاي تشجيع، ازاي الشباب يحاولوا والرجال والنساء يحاولوا يخرجوا من العادات دي، وكذلك ممارسات الشذوذ اللي عايز يتخلص منها. تخيلوا ان الموضوع ده بيدمر امم في العالم. الشهوات مفتوحة، طبعا الفلوس واكل عقل الناس، ان الامم رغم ما بها من فقر وما بها من غلاء وما بها من ضيق، نجد ان انواع الظلم المتعلق بالاموال، الرشوة، الربا، الغصب، اكل اموال الناس بالباطل، الاعمال المحرمة كمية كبيرة جدا. كلما يزداد الناس فقرا، طب انت ما عندكوش شعور علشان ترحموا الناس شوية، بدل ما تحط في جيبك ملايين رشوة ومئات الالوف رشوة، ما فيش رحمة بان انت تحاول الاموال دي تنفق على الفقراء، ولا انك انت تحاول تخفض الاسعار. يقول لك ما كل الناس بيعملوا كده، ما بقاش في حاجة الا فيها رشوة، وده من ضمن اسباب الخلل العظيم جدا اللي في المجتمع. الربا هو الاصل في التعامل، اكل المال العام، اكل مال اليتيم، انواع من الخلل في ما يتعلق بالمال. السلطة، الصراع على السلطة، بيغلف في 50 غلاف، لكن كل دي من الشهوات. طب الناس اللي مش عايزة شهوات او لسه مصرة على التدين، يوجد لهم التدين الخرافي، يوجد لهم التدين الذي لا يغير من الواقع شيئا، ده من خلال زي ما ذكرت أهل البدع من الرافضة ومن يسير على طريقتهم. ما هو اللي بيقول الدسوقي لسلطان على التماسيح زيه الخميني اللي بيقول إن لأئمتنا سلطانا على كل ذرة من ذرات الوجود. يبقى الأئمة هم اللي بيحركوا ذرات الوجود، ولهم أحوال لا يبلغها ملك مقرب ولا نبي مرسل. يبقى الأولياء دول بقى حاجة بسيطة، إنه يطلع التمساح ويطلع الولد منه حي ويموت التمساح بكلامه، نعوذ بالله. اللي عايزين يتدينوا، ادي التدين الموجود، اللي بيقطعوا نفسيهم في المواسم، اللي بيجرح بعضهم بعضا، اللطن. شفت فيديو في سلطنة عمان، مع ان سلطنة عمان قباضية خوارج، لكن التشيع مش سايبهم. حسينية في عمان عمالين يعلموا العيال وهم 10 سنين الغنى بتاعهم واللطن، واللطن كل العيال عمالين يلطموا، وسط طبعا اكل وشرب وبتاع، ولطن وغنى ولطن، ومدد من الحسين وفداء للحسين والمظلومية الكاذبة، عشان هو الحسين ظلم، بس انتوا ما ظلمتوش، انتوا ظلمتوا نفسيكم. عشان انت تهيئ للناس ان ابا بكر وعمر وعثمان هم اللي ظلموا الحسين، وبنو اميه هم اللي ظلموا الحسين كلهم، بحيث يعمم الكراهيه. لا شك ان من قتل الحسين ظالم ومجرم، ولكن لا يمكن ان يكون مأتم كل سنه لمثل هذه الحادثه، فان هذا أمر يؤدي إلى تعطيل الحياة، وإلى أن يعيش الناس في عالم الخرافة على الدوام. والغرب يرحب تماما بمثل هذا، وتقديم النموذج السني بقى الحاجة الثانية، تقديم النموذج السني في صورة داعش والقاعدة وأنصار بيت المقدس، أناس سفاكين للدماء، أناس لا يعرفون حرمة لمسلم ولا لعهد في عهده. صورة تتكرر كل يوم، قساة يريدون القتل، يفجرون هنا، يدهسون الناس هنا، لغاية ما الناس كلها تكره الدين نفسه، وتبقى الحرب على الإرهاب الإسلامي، ويبقى العالم كله متصور أن الإرهاب هو الإيه؟ هو الإسلام، والإسلام السني خصوصا.
والوهابي على الأخص السلف يعني. وهذا كل ظلم وعدوان للمنهج الإسلامي الصحيح. طب نعمل ايه؟ الشبهات والشهوات، الشبهات اللي بتطعن في الدين، في التوحيد، في النبوة، في النصوص، الشبهات المتعلقة بالتنوير المزعوم الذي هو إظلام، الذي هو محاولة لإبعاد الناس عن النصوص، وبث روح التقليد، وبث التصوف الغالي الذي يقوم على الخرافة، وبث أنواع البدع وتركها تنتعش كالرافضة وفكر التكفير. كل ده كيف نقاومه؟ في غربة لابد أن نفعل ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. بعث الله النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ قال: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لازم الدعوة إلى الله عز وجل تقوم على هذه الأسس. لابد وأن نحقق هذه الأهداف من بعثته عليه الصلاة والسلام. لابد من تلاوة آيات الله. لابد التلاوة مقصود بها القراءة ومقصود بها المتابعة. إن الذين يتلون كتاب الله، أي يتبعون كتاب الله، وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. المقصود من القراءة هو الاتباع، وهذا يلزم منه الفهم. يبقى دعوتنا لابد وأن تقوم على الكتاب، لابد أن تقوم على تلاوة آيات الله، أن نذكر الناس بآيات الله. وهذا الذي كان يحدث من الصحابة رضي الله عنهم مع الأمم كلها. اللي بيفرق إنهم بيترجموا لغير العرب. وللعلم الموضوع مش بلاغة فقط، الإعجاز القرآني في آيات الله عز وجل ليس في البلاغة فقط، الإعجاز في آيات الله عز وجل فيما تتناوله من كفاية احتياجات البشر كلها، التشريعات العظيمة، كفاية احتياجات الروح الإنسانية التي لا يوجد تشريع في العالم يسد احتياجاتها غير الوحي المنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم، الذي جمع الله فيه خلاصة ما أوحاه الله للأنبياء، خلاصة ما أنزله الله في الكتب السابقة. إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى، دي سورة واحدة يجمع الله فيها ما وجد في التوراة والإنجيل، وأضيف إلى ذلك ما لم يوجد في التوراة والإنجيل والزبور. لذلك بنقول إن احتياجات الروح الإنسانية، احتياجات القلب الإنساني، احتياجات أشد من احتياجات البدن للهواء والماء والغذاء، ولا يوجد أحد يعطيه ذلك. مفيش حد بيدور وسط الدنيا الزحمة اللي احنا عايشين فيها، والخناقات السياسية والانقلابات والقتال والقتل والفواحش، حدش بيدور على ان القلب الإنساني محتاج ينظر في ملكوت الله. وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. في احتياج لليقين بدلا من الخرافة، بدلا من الظن، محتاج لليقين. اليقين ده بالنظر في ملكوت السماوات والأرض، ملك الله في السماوات وفي الأرض. الإنسان قلبه محتاج انه يشهد الربوبية ويستحضرها
احتاج يشهد ويتذكر خلقه، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الإنسان محتاج يتذكر ذلك، محتاج ما ينساش كيف بدأ. ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. محتاج يتذكر الموت، محتاج يتذكر ما بعده، مش محتاج ينسى الحاجات دي، ومحتاج يفقه معنى وجوده في الحياة ويفهم لماذا وجد هذا العالم. اللي انتوا شايفينه كله ده من الحضارة الزائفة لا يقدم للإنسان جوابا على ذلك. الحمد لله أكيد انتوا ما شفتوش التمثيليات بتاعت رمضان، مش كده؟ بتدور حوالين ايه؟ ها؟ الأسطورة، مش كده؟ ازاي يحلق الحلقة العجيبة؟ بس هو في الحقيقة بيقول له ازاي تكون البلطجة وفي ظل الدولة. فهنا طب قولوا لي في مسلسل مسلسلات بيفكر الناس، او فيلم الافلام اللي بتاعت العيد، او فيلم الافلام الاجنبيه، او موقع من المواقع اللي الشباب بيخش عليها بيفكر الانسان بكيف بدأ خلقه، هيروح فين بعد ما يموت، ايه الحياه الاخره، ايه عالم الغيب الذي لا نعرفه وكيف نعرفه، ايه الملائكة، ايه الشياطين، ايه الكتب، ايه الرسل، ايه القدر. لما الواحد بيروح زيارات عائلية كده يحاول يفتح موضوعات مع الأقارب والمعارف، الواحد بيفاجأ ان قضايا الاعتقاد الكبرى زي القضاء والقدر مثلا، زي قضاء التوحيد، مشوشة تشويش حتى في القريبين مننا، لأن الناس مشغولة بالشهوات والشبهات، القضايا مش واضحة، وعلشان إحنا ما بناش بدورنا من تلاوة آيات الرب سبحانه وتعالى على الناس، عشان الناس تعرف خلقت أنها خلقت للعبادة، خلقت لهدف. القلب محتاج يتأله، محتاج يتعبد، محتاج يحب ربنا، محتاج يخاف من ربنا، محتاج يخبت يسكن إلى الله، محتاج يطمئن بذكره، محتاج يتوكل عليه، محتاج يشكره، محتاج يصبر على ما يؤلم النفس، محتاج يصبر على الطاعة وعن المعصية، محتاج يفتقر إلى الله وحده ويذل له وحده ولا يذل لسواه ولا يفتقر لغيره، محتاج يعظم أمر الآخرة. كل دي احتياجات للقلب محروم منها بالمخدرات. المخدرات دي مش المخدرات بس اللي هي المخدرات الخمرة يعني، لا، بالمخدرات اللي هي ربنا قال عن قوم لوط لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، هيهلكوا بكرة، هلكهم مع الصبح وهم عمالين يتوعدوا لوط أولم ننهك عن العالمين وحنعمل فيك وحنعمل فيك، لعمرك إنهم لفي سكرتهم، وكما قال الله فذرهم في غمرتهم، غمرة تغمر القلوب حتى حين. عشان كده القلوب غافلة، غافلة عن أهم حاجة هي محتاجاها، عشان كده بتموت، مفيش هوى، ما بيجيلهاش هوى، ما بتتنفسش، لا تتغذى، لا تشرب، لا تطعم، طعم الإيمان لا تذوقه، عشان كده تمرض وأنت تموت
وتتعفن وتخرج ريحتها الخبيثة تضر ملايين البشر، خصوصا في زماننا اللي الكلمة الباطلة فيه تنتشر انتشار النار في الهشيم. فشكا يقول نعمل ايه؟ نتلو على الناس آيات الله، نقراها بس كده وخلاص؟ يعني احنا قلنا نقراها عشان اتباع، عشان كده لازم نفهمها لهم ونوضح لهم الآيات. والناس على فكرة بتفرح قوي بالآيات، لما تفهمها تبقى مبسوطة جدا وسعيدة جدا. طب كل واحد فينا بقى يسأل، هو بيحاول يعمل الموضوع ده في البيت ومع الجيران والناس اللي بيزورهم، ولا ومع زمايله في الشغل ومع الإخوة اللي بيتقابل معاهم، ولا احنا هاريين تحاليل سياسية؟ والشيخ ياسر هيكلمنا عن تركيا ولا لا؟ وهيكلمنا عن الانقلاب ولا لا؟ وعن الموضوع هيبقى ايه؟ والشيخ ياسر زيكم ده يعرف منين يعني؟ بس خدوا بالكم، الناس كلها عماله تضيع وقتها على الفيس والمقالات وعلى الواتس والتحليل، وكل الناس ولا حد. وبعدين ايه؟ على طول سكك على التكفير وسكك على الانحرافات والله العظيم الواحد بيشوف عجب. ناس كل شويه يطلع يبص يلاقي مقاله والاخوه جايبين وحط ويضيعوا لنا وقتنا. واخد بالك؟ واحد يقول لك كاتب مقال، لا ده الاخوه اللي جايباه استاذ في جامعه في السعوديه، استاذ العقيده، اللي يقول لك اه شفت انا ازاي بيطبق كلام النبي عليه الصلاه والسلام يصبح رجل منا ويمسي كافرا في انقلاب تركيا وفي الثوره المصريه والثوره السوريه. ان الناس ايدت السيسي العلماني القومي فكفرت، وايدت الانقلاب في تركيا فكفروا، وايدوا الاسد فكفروا. الله، ده كفر وهو قاعد وبيدعي ان هو بيتامل الحديث كم مليون؟ ده عندنا احنا الجيش والشرطه والناس الملايين اللي خرجت والناس اللي ضايقت من الاخوان، ها، وحزب النور طبعا ده مفروغ منه، ده اول المكفرين والعياذ بالله. المهم ان الراجل وهو قاعد كده وهو مش فاهم حاجه، هو مش عارف الموضوع، والناس بتجيب الكلام. وواحد تاني النهارده بيقول لك طلعت فتوى بعدم دفن، عدم الصلاه على قتلى الانقلاب في تركيا، وعدم ايه؟ وعدم لا الصلاه عليهم ولا دفنهم في مقابر المسلمين. يا ها، ده كان يعني اي بقى خلاف سياسي والناس هتكفر بعضها بكل بساطة كده؟ يعني بإيه؟ بالوهم. يعني إن أنت ما عرفتش الناس دي بتاعت إيه؟ وبعدين دول مئات الألوف دلوقتي بيطاردوا. طب الناس دي كلها كفرة؟ طب أنت سمعتهم؟ طب عرفت عقيدتهم؟ طب أنا بقول لك أنا ما أعرفش، بس عمري ما هتسرع في تكفير الناس بهذه الطريقة. ومش عايز أضيع، عشان كده بقول لكم في احتياجات أساسية بتكتم على القلب، الحاجات دي بتكتم على القلب تخليه ما توصلوش الاحتياجات الأساسية. نفسه عايز يتنفس، القلب ده عايز يتخلص من أمراضه، عايز يتخلص من الكبر، من العجب، من الغرور، عايز يتخلص من العجز والكسل، أمراض الإرادة، عايز يتخلص من الجبن والبخل، عايز يتخلص من الكفر والنفاق والفسوق والشقاق وسيء الأخلاق، عايز يتخلص من الرياء والسمعة والقسوة والغفلة والذلة والعيلة والمسكنة. طب الأمراض دي، ده أنت عايز أقول لك إن الناس ما تعرفش لو قلت لهم يعني إيه العيلة والمسكنة؟ يعني إزاي بقى ده مرض؟ يبقى إحنا عايزين نشرح الموضوع. طب إزاي نتخلص منه؟ طب نتخلص منه إزاي؟ كنتش عارف يعني إيه هو العيلة؟ إن الإنسان يبقى، أنا هقوله عشان أكيد الإخوة طبعا كل واحد في نفسه يقول لك طب أنا مش عارف يعني إيه العيلة. العيلة اللي الرسول بيستعيذ منها ان ورد في الحديث، اعوذ بك من الرياء والسمعة والقسوة والغفلة والذلة والعيلة والمسكنة. الحديث الرسول قال انك ان تذر ورثتك اغنياء خير لك من ان تذرهم ايه؟ عالة يتكففون الناس. يعني احنا مطلوب مننا ان احنا ما نبقاش ايه؟ عالة. يستعيذ بالله من العيلة، ان انا بقى اسال الناس دايما. عشان كده مقترنة بالايه؟ بالذلة، ان دايما سائل للناس كل. وعشان كده الناس
اللي من اللي في هذا الداء، اللي بيسأل الناس دايما، اللي بيذل لهم دايما، اللي بيقول انا دايما عبد المأمور، هو اللي مستعد يبيع دينه وعرضه وماله وارضه ووطنه وناسه، علشان عنده ايه؟ عشان عنده عيلة، عشان عنده ذلة، عشان تعود ان هو يسأل الناس. ايدي المرتشي اللي بتاخد فلوس دي عيلة، اللي بتكفف الناس، وان كان اسوأ بقى كمان ان هو بيفرض عليهم مش قضي لك مصالحك الا ما تديني، والعياذ بالله. عيلة، مسكنة. مسكنة ازاي؟ والرسول بيقول اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين، وبيقول واسألك فعل الطاعات وترك المنكرات وايه حب المساكين. طب احنا بعدين بقى، مش الكلام متناقض ده ولا ايه؟ لا والله ما متناقض. المسكنة التي فرضت على اليهود، الاستكانة للباطل لأعداء الله، بخلاف الفقر وقلة ذات اليد مع التعفف، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف. المسكين الذي لا يطوف بالبيوت ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكنه الذي لا يجد حاجة تكفيه ولا يسأل الناس ولا يتفطن فيتصدق عليه. عزة، عكس تماما المسكنة الثانية، المسكنة اللي هي ضربت على اليهود انه يستكين للباطل وللعلم. في ناس فاهمة وفكرة ان السياسة هي الاستكانة للباطل، ان انا هقول ما يريدون سياسة، هقول الكفر والضل. الكفر ممكن الناس توصل تقول انها تقول الكفر، وتيجي تقول له انت ازاي قلت كده، يقول لك يا عم دي دبلوماسية. لسه سامع قصة من كام، من اسبوع، يوم الجمعة اللي فاتت، اخ كان شخصية كبيرة جدا، مسؤول عن الايه، عن الرسالة بتاعته، فكان في علاقة بينه وبينه في الهندسة. فالمهم ان هو لما قال ان الراجل بيقول له ربنا بيقول لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة، هتعملوا فيهم ايه دول؟ فقال له يا عم دول مش دول، دول بتوعنا هنا بيقولوش كده. فراح قال له ازاي حضرتك تقول الكلام ده؟ ازاي انت معتقد كده فعلا هم مش هم؟ قال له يا عم هم كفروا والله، هم كفروا، هشيلها في الدنيا والاخره. قال له طب حضرتك قلت الكلام ده ازاي؟ قال له دبلوماسيه يا سيدي، احنا لازم نهرب من السؤال ده. ما هو انت لو ما يعني اشوف الكلام الخطير ازاي؟ فعشان بقول لك في ناس شايفه ان احنا ممكن نقول الضلال مبين، زي ما الراجل جه يوم ما جه هنا قال لك انتوا زعلانين من العلمانيه ليه؟ ده لو هو معتقدها كده وده الظن كده ان هو ده، لان في دلائل تدل على كده، او بيقول الكلام ده دبلوماسي سياسه، ان في ناس معتقده انها ممكن تقول الكفر والنفاق والضلال المبين سياسه. اهو دي الاستكانه، هي دي المسكنه، ان الباطل يتقال علشان نرضي اعداء الامه، ان احنا نقول الضلال المبين علشان الناس يرضوا عنا. هي دي الاستكانه، هي دي المسكنه. انا بضرب مثل علشان بقول احنا نعمل ايه، عشان كده بقول يتلو، احنا نعمل ايه؟ نعمل اللي ربنا قال عليه، يتلو عليهم اياته وايه ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه. التزكيه دي طهاره ونماء، انك تدي القلب احتياجاته وتطهره من امراضه. قد افلح من تزكى، انك تدور على الامراض دي، انك انت تشوف نفسك فيها ايه. احنا اعمال كتيره جدا بتتعطل عندنا، احنا عندنا مساحه دعويه واسعه جدا، مطلوب ان المجتمع يصلح. المجتمع بينتشر فيه فساد بطريقه جامده جدا واحنا موجودين فيه، ومع ذلك ما اثرناش تاثير ايجابي بالقدر الكافي ولا بما دون الكافي، بان احنا لابد نسعى ان الفساد ده يحارب. طب ليه مفيش التاثير ده؟ لان احنا ما بنهتمش بان قلوبنا تبقى منيره بالدرجه الكافيه. ما هي لو هي منوره هتنور للناس، هتاثر عليهم، احنا مطلوب ان نختلط بالناس. جزء كبير جدا من فشل ملء المساحه الدعويه المطلوبه لاصلاح المجتمع بسبب امراض القلوب، بسبب الناس عماله تتخانق مع بعضها حتى في الدعوه الى الله، بسبب ان الناس
للعلم يعني أقول لكم حاجة، أهل البدع عند أهل السنة اسمهم أهل إيه؟ اسمهم أهل الأهواء. أهل الأهواء يعني البدع دي النسبة الفكرية اللي هي أو الناشئة عن الجهل وعدم العلم 10-20%، واللي ناشئة عن إرادة العلو والفساد وأمراض القلوب 80%، والجهل من أمراض القلوب، لكن إرادة العلو إرادة الشهرة. الخلاف المنهجي اللي بين الجماعات الإسلامية في خلاف منهجي قطعا يمثل 10-20%، والجزء الأخطر فساد القلوب اللي موجود جوه دعوات منسوبة للسنة، واللي بيؤدي إلى فشل إصلاح المجتمعات. ليه الدعوة ما نجحتش؟ مش الدعوة السلفية، لا، الدعوة الإسلامية عموما ليه ما نجحتش في تغيير المجتمع مع إن بقالها 40 سنة؟ كان ينبغي إنها تغير المجتمع بطريقة أكثر. أثرت بالتأكيد بفضل الله، وأظن بفضل إخلاص البعض وصدقه في إرادة التغيير. التغيير ده اللي هيج العالم، التغيير ده اللي خوف العالم وقال إزاي نقضي على الصحوة دي. عشان كده المخططات اللي بتحصل دي كلها إبليس الآن عشان كده عايز يقضي عليها، لكن هي قعدت أكتر من ضعف ما مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة والمدينة معا، وما ما حصلش التغير المطلوب. عشان أقول لكم إن القلوب لم تتزكى كما ينبغي، فإحنا لازم ندور على الأمراض دي ونعالجها، وكل واحد فينا شخصيا يشوف المشاكل الموجودة عنده. أقول لكم علامتها كثرة الاختلافات، كثرة تضييع الأوقات، كثرة النزاعات والغل والحسد، دي مراية سوء الخلق. سوء الخلق علامة على أمراض القلوب، السخرية، الاستهزاء، السب، اللعن، التكفير، الاستعلاء على الناس في الكلام، التفاخر، الفخر، العجب بالنفس، مدح النفس، كل دي أمراض بتظهر. سوء الخلق مع الناس، الفجور في الخصومة، عدم الوفاء بالعهود، الكذب في الحديث، خلف الوعد، الغيبة، النميمة، كثرة الشقاق. الشقاق ده تلاقيه بين الزوجين، بين الآباء والأولاد، بين الجيران وبعضهم، بين الزملاء وبعضهم، تلاقي الدنيا كلها خناقات. وأعظم الشقاق الشقاق مع نصوص الكتاب والسنة، ناس بتعادي النصوص، يشاقون الله ورسوله. الأخلاق دي قلة الأدب، حقوق الوالدين، الإساءة إلى الجيران، إن الإنسان أقول لكم تبرج النساء، وجود الفواحش، الشذوذ، الأخلاق السيئة، كل دي مراية لأمراض القلوب ونقص الإيمان أو انعدام الإيمان. طب عشان كده نعمل إيه؟ يتلو عليهم آياتي وإيه؟ ويزكيهم. يبقى كل واحد يدور شخصيا، أنت مسؤول عن قلبك. وأنا فكرك مهما قلت إن في علامات أمراض قلوب، حد هيفتش؟ أنا عرفش قلبك، حد هيفتش فيه أكتر منك؟ حد هيفتش في مشاكله الداخلية جواه أكتر من نفسه؟ أنت مسؤول الأول وبنسبة عالية. أنا مسؤوليتي إن أنا أقول لك التزكية واجبة، التطهير للقلب واجب، ونمو القلب بالعبادات واجب، إصلاح القلب بحب الله والخوف منه ورجائه واجب، الشكر والصبر والرضا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، دي كلها واجبات. عشان كده بقول نعمل إيه؟ نتلو آيات الله، نزكي أنفسنا ومن حولنا، ونهتم بالإصلاح
ويعلمهم الكتاب والحكمة. إن إحنا محتاجين يكون ركيزة علومنا اللي بنتعلمها قال الله وقال الرسول وفهم ذلك صلى الله عليه وسلم والعمل بذلك والدعوة إلى ذلك. واحد بيقول لك لازم تتعلموا علم الجدل والمناظرة وعلم المنطق وعلم الكلام وعلم كذا وكذا 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 وعلوم التنمية البشرية والعلوم الإنسانية وتقروا كويس في تاريخ الأمم. وأنا لسه ده أنا إحنا لسه ما قريناش تاريخ الأمة العربية والإسلامية. هروح أنا أقضي عمري كمان في تاريخ الفراعنة والرومان واليونان. ماشي وانكر خلي حد يتخصص، لكن ركيزة علومنا اللي هي بتبقى الابتدائي والإعدادي والثانوي بتاعنا اللي لازم كل الناس قبل ما تخش جامعة في 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 علوم معينة لازم تخلصها لازم تبقى يعلمهم الكتابة وليه والحكمة، على الأقل تكون اطلعت على الصحيحين وفهمت معانيهم، على الأقل تكون قريت تفسير زي تفسير ابن كثير عشان تفهم القرآن وتواظب على تلاوته تلاوة القرآن وتدبره والنظر في تطبيقه في واقع حياتك، معرفة الأحكام التي دل عليها القرآن، فهم آيات القرآن مع نصوص السنة مع بعضها البعض في ضوء إجماع أهل العلم واختلافهم. العلوم دي علوم أساسية، علوم التهذيب النابعة من الكتاب والسنة، السيرة النبوية عشان اتعلمت الحكمة كيف تصرف النبي صلى الله عليه وسلم في المواقف المختلفة. كل هذه التوحيد والفقه نابعة من الكتاب والسنة. ده في ناس النهاردة بتزدري تعلم الأحكام من الأحاديث، يقول لك ايه فقه الحديث اللي انتوا طالعين لي فيه ده، ده انتوا لازم تاخدوا فقه المذهبي المتأخر. يا الناس عندها اعمار تكفي قد ايه؟ لا، احنا ركيزه نحن لا نمنع، بالعكس احنا بنعلم الناس كتب مذهبيه ونحو ذلك، لكن لابد ان هو يعمل ايه؟ يكون الابتدائيه والاعداديه والثانويه بتاعته يتعلم الكتاب والايه؟ والسنه، مش ان هو ياخدهم في دوره 3 ايام زي الدورات اللي اتعمل وتلاقي ايه؟ هيصه، ناس كتيره بتحضر عشان يخلص الصحيحين عشان يخلص السنن، والناس تبقى قاعده نايمه وتاخد اجازه في الاخر. وهو ده المطلوب، ده المطلوب انك تمسك الايه والحديث تقف عندهم كلمه كلمه عشان تفهم النصوص دي. انا بقول ده 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 الثانويه العامه اللي كل الطلبه ما تعديش الا ما تاخدها، ده الاعداديه حتى كمان. يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة، ننشر الكلام ده في كل مكان، في كل قرية من قراكم، في كل حي من أحيائكم، في كل مسجد من مساجدكم، وفي كل زيارة نروح فيها لبيت من قرايبنا ولا أصحابنا، نجعل شيئا من هذا محور جلستنا، محور حديثنا، عشان نقاوم هذه الحملة الشرسة ضد هذا الدين، عشان نبقى عملنا حاجة للإسلام في الحقيقة، يعني لينا احنا لنفسينا. الإسلام سيظهر بنا أو بغيرنا وسيعود وسينتصر وسيظهره الله على الدين كله ولو كره المشركون، ولكن احنا عشان نبقى ننقذ نفسينا مما يحصل لنا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب وارضى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.